ما تقولون؟ لأن من أسباب نزول الآية ماذا؟ عندما كان علي رضي الله تعالى عنه أو عبد الرحمن بن أوف يؤم هؤلاء في التمايل بسبب الخمر، فانقلبت الآية. فلذلك قالوا وجوب القراءة في الآية حتى تعلموا ما تقولون، يعني وجوب القراءة في الصلاة، لأن الآية تنهى عن قرب الصلاة في حال السكر حتى يعلم المصلي ما يقول، فلا بد أن يكون الذي يقول شيئا يمنع منه السكر ولا شيء سوى القراءة. فلا بد أن يكون الذي يقول شيئا من القراءة يمنع منه السكر، بسبب تلك القراءة يمنع منه أو يمنع منه السكر ولا شيء سوى القراءة. ولكن إذا عرفنا أن الصلاة مناجاة ووقوف بين يدي مالك يوم الدين العزيز القهار، كان معنى النهي لا تصلوا حتى تكونوا على درجة من العلم والفهم تمكنكم وتؤهلكم للوقوف بين يدي ملك الملوك، وليس بنا حاجة لأن نلتمس دليلا على وجوب القراءة في الصلاة، لأن ذلك أمر متفق عليه وأدلته كثيرة. يعني قال وجوب القراءة وليس وجوب سورة الفاتحة، نعم، لأن الفاتحة عند الجمهور نعم على ركنية أو على فرضية الفاتحة، لكن عند الإمام أبي حنيفة ليست بواجبة. الواجب أن تقرأ قراءة من الآية، فاتحة كانت أم غير فاتحة، المهم هي من القرآن. فلذلك قال، وكما قلت لكم، أنا لم أقف إلى معرفة ترجمة هذا الشيخ صاحبها المقرر محمد علي السايس، لا ما أطال قراءتي لهذا المقرر المحفظ. فلذلك قال لأن ماذا؟ وليس بنا حاجة لأن نمس دليلا على وجوب القراءة في الصلاة، لأن ذلك أمر متفق عليه في القراءة، يعني في القراءة يتفقون العلماء ما في خلاف، لكن ما تلك القراءة يختلفون. نعم، ولذلك الخطأ في أمر الصلاة ماذا؟ الذي يترك الصلاة، وإن كان المفعل في البلاد المتمذهبة بمذهب الإمام أبي حنيفة، هؤلاء يقرؤون الفاتحة في بداية قراءتهم. نعم، إلا أن مذهبهم ماذا يقول؟ ليس الواجب، إنما الواجب هو قراءة الآية فقط من القرآن. والجنب اسم يستوي فيه الواحد والجمع والذكر والمؤنث. جنب للمؤنث أو للواحد أو للجمع أو للذكر. أصل الجنابة البعد، ويقال للذي يجب عليه الغسل من الجنابة أو من حدث الجنابة. جنب لأن جنابته تبعده عن الصلاة وعن المسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر، فسمي الجنب جنبا. نعم، لأنك يلزمك أن تبتعد عن هذه العبادات. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ذكرت هذه الآية والآية التي في المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طبعا لم نصل إلى هذه الآية، لكن على معنى ماذا؟ فلم فلم وإن كنتم مرضى على سفر وجوه بسبب جنابة. للتيمم أسباب أربعة: المرض والسفر
والمجيء من الغائط وملامس النساء. فيما بعد اختلف العلماء في معنى الملامسة. في معنى الملامسة، أي ما معنى الملامسة؟ ومنهم من قال الملامسة يعني الجماع، ومنهم من قال الملامسة يعني المس، مجرد أن يمس الرجل الامرأة. فعلى مذهب الإمام الشافعي بما أن المس مجرد أن ماذا تلمس أجنبية، لو وضوءك فيجب عليك أن تتطهر مرة أخرى. ورتبنا عليها تيمم الصعيد الطيب عند عدم وجود الماء، فهما بظاهرهما تفيدان أن كلا من هذه الأسباب بمجرده يبيح التيمم عند عدم الماء. أنت مريض مثلا، لكن ليس زكام وليس سوداء يا أخي. حمى أو حمى شديد، لا يمكنك أن تلمس الماء، فكان ألمس لا يمكنك أن تلمس الماء، فعندئذ يمكنك أن تتيمم. أي واحد من هذه الأسباب جاءك فلك أن تتيمم إذا ما قدرت على مس الماء أو إذا عدم الماء. أيا كان نوعه مبيحا للتيمم عند عدم الماء، وكذلك ملامسة النساء والمجيء من الغائط، وقد جاء بيان السنة العملية كذلك موافقا لما يفيده النظم الكريم، حيث أجاز التيمم عند فقد الماء حقيقة لكل هؤلاء الذين هم هذه الأسباب الأربعة أو إحدى هذه الأسباب الأربعة، غير أنه زاد أن المريض إذا كان مرضه يمنعه من استعمال الماء جاز له التيمم كما روي، وإن كان الماء موجودا المقصود، كما روي في حديث عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه تيمم مع وجود الماء لخوف البرد، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، وقد اتفقوا على المريض فقط. جيد، للمريض فقط، وإن كان الماء متوفرا فإذا مرض واعتذر وكان له عذر في استخدام الماء فله أن يتيمم، ولكن كالسفر والغائط وملامسة النساء ليس لك إلا أن تجد الماء. نعم. وبقي أنه ما الفائدة إذن في ذي السفل والمرض في جملة الأسباب ما دام المسافر وما دام المسافر والمريض والمقيم والصحيح سواء لا يباح لهم التيمم إلا عند فقد الماء. لماذا إذن؟ ما الفائدة في ذكر هذه إذا كان ماذا؟ نعم، يشترط الوجوء وماذا جواز تيممهم في فقد الماء. المريض كذلك لابد أن يكون ماذا على حد سواء. فقال المفسرون في هذا: أما المسافر فلما غالب حاله عدم وجود الماء جاء ذكره كأنه فاقد الماء. المسافر طبعا مسافر في زمان، يسافر هذا اليوم، مسافر هذا اليوم، يمكنك تتوقف ماذا مع سيارتك أو بطائرتك تتوقف على السماء. بالغالب يأتي مع الماء سواء لا الطائرة تأتي مع الماء، لا تتوقف طبعا. إنهم ينتظرون ماذا مطرا. وأما المريض فإن تعليق الحكم به فإن تعليق له مدخل في السببية، ولذلك ترى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من التابعين بقوله: وإن كنتم مرضى أنه المجدور، يعني بجدير أن أعقوا
هؤلاء الذين لم هذه إحدى هذه الأسباب أحقهم في استخدام التيمم بدلا للغسل أو للوضوء هو المريض. ومن يضره الماء من المرضى، وذلك أن المريض الذي لأن المريض الذي لا يضره الماء لا معنى للترخيص له في التيمم. إذن كسوداء عنفا كما قلنا جيد أو سعال جيد نعم، إذن لا معنى للترخيص له في التيمم، ليس لك رخصة يا أخي أيها السوداء. فذكر ليدل على أن مرضه حينئذ يقوم مقام عدم وجود الماء حقيقة، فلم يبقى حينئذ إلا الجنب وما في معناه والجائي من الغائط ومن الغائط وما في معناه من غير المسافرين والمرضى، فهو ما يحلهم إذ فقدوا. ففرق العلماء فرق ماذا؟ السفر وبين ماذا الغائط وملامة النساء. في الغالب المريض يتعذر بمرضه لا يستطيع أن يستخدم الماء، كذلك المسافر في الغالب لا يجد الماء. نعم، فلذلك رخص لهم ماذا عدم البحث عن الماء، لأن المسافر إذا أبحث في الغالب لا يجد وإن أمر بالبحث عن الماء. وعلى هذا يكون قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا راجعا إلى الأخيرين، إلى الأخيرين ليس إلى الجميع، إلى المرضى والمسافر والغائط وملامسة النساء، لا، وإنما إلى الأخيرين فقط، وهو ماذا وهما غائط وملامسة النساء فقط، وهما المجيء من الغائط وملامسة النساء. وتكون أسباب التيمم المذكورة في الآية ثلاثة على الحقيقة: المرض والسفر وفقد الماء في حال الإقامة والصحة، غير أن عطف هذه الأسباب بعضها على بعض أنها متقابلة، ومن قضية تقابلها يكون المسافر غير المريض، يعني المسافر أحيانا غير لا يمرض، وكل منهما غير الجائي من الغائط، كذلك لا يلزم أن يكون المسافر كذلك يأتي الغائط سواء لا نعم قد يأتي، والملامس أو الملامس، وذلك يقتضي أن السفر مبيح للتيمم ولو من غير حدث، وكذلك المرض مع أن التيمم لا يطلب إلا من المحدث الذي له حدث، أو من المحدث الذي يصاب بالحدث إن شاء الله. وأجاب ذلك بعض العلماء بأن السبب في عدم ذكر الحدث مع المرض والسفر، نعم السفر قد لا يحدث صح، والمريض قد لا يحدث، أن الكلام في الجنابة في السفر، حيث قال الكلام في الجنابة في المرض، حيث قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فحال الجنابة معهما ملحوظ، يعني مع المريض والمسافر، حيث هذا بيان للحكم إذا لم يتيسر الغسل من الجنابة لفقد الماء، وأما الحدث الأصغر فيهما فيعلم حكمه من حكم الجنابة لدلالة النص. مثل هذا الغائط، هذا حدث أكبر أو أصغر؟ أصغر. ومن العلماء من اختار في تأويل الآية رأياً آخر، فذهب إلى أن أو في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، ويكون المعنى عليه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ويكون ذلك في معنى قولك إن كنتم مرضى، هذا في معنى كلامنا،
إن كنتم مرضى أيها المسلمون أو مسافرين محدثين حدثا أصغر أو أكبر وفقدتم الماء حقيقة أحكم بأن لم تقدروا على استعماله مع وجوده مع وجود الماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن على هذا الرأي لا فرق بين والمسافر والغائط وكذلك ملامسة النساء. إذا قدر ذلك هؤلاء المريض أو مثل ما يفعله المسافر. لماذا؟ لأن أو بمعنى واو. فهمتم؟ أو على المعنى أو على الرأي الأول يفرق بين الحدث بسبب المن من له سبب التيمم المرض والسفر بينهما وبين الغائط ولمسة النساء، بين من قال بأن أو هنا بمعنى واو لا فرق بين هذه الأسباب الأربعة. نعم. إذا ماذا فلا ما لزم على هؤلاء من لهم هذه أو إحدى هذه الحالات الأربعة إذا الماء أن يتيمموا أو إذا وجدوا الماء لكنهم اعتذروا كلهم لهم أن يتيمموا على المعنى الثاني، لكن النتيجة بالحقيقة واحد. وقد جاءت أو بمعنى الواو هذا يؤيد قوله كثيرا كما في قوله تعالى وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون، أي بمعنى ويزيدون، فإن معناه ويزيدون، وكقوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي معناه إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما. الله تعالى وأقرب هذه التأويلات مباشرة هو ما حملنا عليه الآية في أول الأمر يرحمك الله، وما ورد عليه من أن ذلك يقتضي أن السفر سبب وكذلك المرض سبب ولو من غير حدث يندفع متى روعي الكلام في أمر طهارة الأحداث وأنها الغسل. انظر إلى قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا، فأمر الحدث فأمر الحدث أمر مقرر مفروغ منه الكلام في الأعذار المبيحة للتيمم، ولا سبب في اللقاء إلا فقد الماء، وفقد الماء لا وفقد الماء له مظاهر، الصفة في من مظاهره السفر وعدم الماء فيه غائب. نعم، وإن فمن مظاهر السفر وعدم الماء فيه غالب، وإن وجد فأغلب أمره أن يكون محتاجا إليه للشراب أو غيرها الأهم من الوضوء أو الأهم من ماذا الطهارة للحياة. ومن مظاهره المرض، وجعل المرض من أسباب التيمم مجرم لأن ذلك إنما يكون في مرض لا يمكن معه استعمال الماء، والمظهر الحقيقي لفقد الماء أن يكون خاليا من هذه الأعذار ثم لا تجد الماء وأنت محدث حدثا أصغر أو أكبر. على كل حال مرة أخرى فإن الإنسان يجوز له أن يتيمم متى لا يتيسر له أن يستخدم الماء أو متى فقد منه الماء. على هذا الوجه يصح أن تفهم الآية ولا شيء في فهمها حينئذ من التكلف، ويليه أن تكون أو في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو والمعنى عليه قد عرفته. ولنرجع إلى تفسير مفردات الآية، تفصيل لما أجمل في قوله تعالى إلا عبري سبيل حتى تغسلوا وإن كنتم مرضى، تفصيل لمن عليه الجنابة. فإن المعنى أنه لا يحل لكم القرب من الصلاة وأنتم جنبا إلا بأن تكونوا عابري سبيل وإلا أن تغتسلوا فقد تعبر وليس تمكث في المسجد، وكذلك إذا ألا ماذا إلا أن تغتسلوا. ولما كان الغسل قد لا يمكن
syar'un fi bayani at-tahara al-wajibah hina idzin wal a'dhar allati tubihuha. Ala la la la. Walamma kana al-ghusl qad la yumkinu qad la yumkin fasilah. Syuri'a fi bayani at-tahara, yani budi'a fi bayani at-tahara al-wajibah hina idzin wal a'dharu allati tubihuha. لأن أنت تفهم معنى التعبير أحيانا على حسب أين تقف. هنا أنت ستتحير إذا مفصلة هنا. ولما كان الغسل قد لا يمكن أصلة شرع في بيان الطهارة الواجبة حينئذ أصلة والأعذار التي تبيحها كذا ماذا ماذا باستخدام التيمم. وفسر بعضهم قوله تعالى إلا عابر سبيل بمعنى إلا معذورين بعذر شرعي وقد تقدم المراد بالمرض. الأخير هذه الأخير أو لامستم النساء اختلف السلف رضوان الله عليهم أجمعين في المراد من الملامسة هنا. فقال علي بن أبي عباس علي بن علي وابن عباس وابن عباس وابو موسى والحسن وعبيده وعبيده والشعبي هي كنايه عن الجماع وكانوا لا يوجبون الوضوء ولا التيمم لمن مس امراه وكانوا لا يوجبون الوضوء ولا التيمم لمن مس امراه. عيد فهمتم؟ مس المرأة لا يبطل الوضوء عندهم. وقع عمر وابن وابن مسعود نقص إذا الواو مراد ملامسة باليد كما ذكرنا آنفا وكان يجي على من مس امرأة الوضوء. جيد بمجرد أن يلتقي بين جلدتك وجلدة امرأة عليك بالوضوء. هذا بهذه الآية أو لامس النساء. وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا فقال الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف والزفر والثوري والأوزاعي لا وضوء على من مس امرأة سواء أكان المس بشهوة لا يبطل وضوءك. وقال مالك إن مسها بشهوة تلذذا فعليه الوضوء وإن مسها تلذذا. وقال صالح إن قبل بشهوة فعليه الوضوء وإن كان بغير شهوة فالوضوء عليه. هذه هو إذن هو قريب إلى مذهب الإمام مالك إلا أن التعبير الحسن الإمام الحسن ابن الصالح فقط ماذا في التقبيل. إن قبل بشهوة تقبيل. وقال الشافعي إذا مس جسدها فعليه الوضوء سواء أكان المس لشهوة أو لغير شهوة سواء. استدلوا بأن المس ليس بحاث ما روي عن الذين الإمام أبو حنيفة والأوزاعي آنفا والثوري جيد وكذلك الإمام مالك لكن قيد بشهوة. نعم استدل هنا على أن المس بما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طرق مختلفة. إذن هناك روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ثم يصلي ولا يوضأ وكان يقبلهن وهو صائم. ومن ذلك حديث عائشة أنها طلب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا
قالت فوقعت يدي على أخمص قدمه وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد يقول أعوذ بعفوك عن من عقوبتك وبرضاك من سخطك. فثبت بذلك أن المس ليس بحدث. النبي كان نعم وقعت يده عليه الصلاة والسلام أو يد عائشة رضي الله تعالى عنها في قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الظاهر مادة المفاعلة فيما يفيد الفعل من الجانبين مقصد ذلك في الجماع دون اللمس باليد. وأيضا فإن لمس وإن كان حقيقة في اللمس باليد إلا أنه قد تكون من قبل أن تمسوهن، بل هذا الأشرف المعنى تسمعهم يقولون في المرأة البغي لا ترد لا ترد يد لامس يريدون أنها ليست عفيفة. لا ترد يد لامس أي رجل المستقبل يريدون ليست عفيفة هي امرأة باغية عاهرة. وأيضا في هذه المسألة لمس تكون كاملة للحدث الأصغر في قوله أو يا أحد أكثر في قوله أو لا. أما إذا أريد منه اللمس باليد مثلا فإنه يكون قليل الفائدة بالمجيء من الغائط واللمس حينئذ من ورد واحد شيء خلاص قد غائط يقوم مقام اللمس. إذا كان لمسه اليد الذي سبب مثلا يقول انه في سبب الحدث اذا خلاص نائبه صح ان يقول فقط ماذا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم من غير ذكر الملامسه اذا كان المقصود به لمس اليد فقط الذي يبطل الوضوء. معقول صح ولا لا؟ وأما من يرى أن الملامسة هذا خلاص توقفنا عند استدلال هؤلاء الذين يقولون بأن الملامسة هو كناية عن الجماع أو ماذا مس المرأة ليست حدثا. وأما من يرى أن الملامسة هي لمس البدن فهو يقول إن اللمس حقيقة في المس باليد ولمس مفعل وهو مجاز مجاز كناية ولا يعدو عن الحقيقة إلى غيرها إلا عند تعذر الحقيقة. ويكلك يا أخي فهمت؟ ها؟ طيب نحن عندنا في الملامسة يمكننا أن نأتي على معنيين. المعنى الأول المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي ماذا؟ مس البدن. الملامسة هي كناية الجماع. لا يمكن أن نأتي إلى المجاز إذا لم نعذر باستخدام ماذا الملامسة على المعنى الحقيقي. لكننا نحن ليس لنا عذر في استخدام في أن نتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ولذلك الأصل استخدام هذه الكلمة على معناها الحقيقي. نعم. والواقع أن اللمس حقيقة في المس اللمس في ابتغي الغنى كل حال هذا اللمس الحقيقي. ولكنه قطع ماذا تعورف أو تعورف أصبحت عرفا. ولكنه قد تعورف قد تعورف في المجهول من تعورف يتعورف عند وفاته إلى النساء في معنى الجماع ويكون ظاهرا في كما حقيقته بالقدر. فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع.
طيب ولكنه هذا قول المؤلف. إذا المؤلف مرة أخرى ماذا نقول للوالد؟ قال ذكر ناس من الموالي ليس الجماع، وقال ناس من الناس الجماع. قال فأتيت ابن عباس فقلت إن ناس الموالي واختلفوا في اللمس، فقالت الوالي ليس بالجماع، وقالت العرب الجماع. فقال من؟ لا من أي فرق من عباس؟ فقلت قال غلب فريق الموالي وأصابت العرب. ها؟ قال كنت من الموالي، كنت. فهمت؟ مضى. وأصابت العرب وهو الجم، لكن الله كريم يكني ما شاء بشأن. إذا مذهب الإمام ابن ابن عباس مثل ما قالت العرب، وكانت وإن كان هو كما قال كنت من الموالي، كنت أذهب مذهب الموالي، لكن الآن لا، أصابت العرب. وقد اقترب ابن جرير أن الملامسة هي الجماع، وإليك نص عبارته. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساق في ذلك أخبارا نحو ما قلناه آنفا. على كل حال مرة أخرى أن هناك رأيان كبيران في هذه المسألة، خاصة في حكم مس المرأة. نعم، في حكم مس المرأة فهناك ثلاثة أقوال. القول الأول ماذا؟ الملامسة بمعنى الجماع. ومس اليد أو الامرأة أو لا يحدث الحدث، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني في المقالة الإمام مالك، لكن الإمام مالك لم يبين أهو الملامس هنا بمعنى كناية عن الجماع واللمس، ولكنه على أن من مس بيده امرأة ما جيد بشهوة يتلذذ به بطل وضوء أو بطل الطهور. ماذا ذهب الإمام الشافعي وأيده؟ قال نعم، بالتلذذ بشهوة أم بغير شهوة سواء. نعم، إلا أن المؤلف كان قال كما قلنا آنفا، والله تعالى أعلم. وقرأنا أنه يميل إلى قول الإمام أبي حنيفة أو الفريق الأول. الفريق الأول بأن أن تمس نعم زوجتك أنت مسا ليست على لا يطهر لك. والله تعالى نعم الذي أنا أفعل به هو هذا المذهب. وإذا أردت أن أبين للناس أن مذهب الإمام الشافعي أخبرهم التي يذهب الإمام الشافعي لمس هذا يبطل الوضوء عليه توضأ، لكن إن الإمام مالك بشهوة يبطل الوضوء، بغير شهوة مذهب الإمام حنيفة. الله تعالى أعلم. هو في المصنفات في الكتب المصنفات في قبل 10 قرون من الهجرة. إذن
نعم ماذا؟ في النظام هكذا الذي يدرك المذاهب الآلاف حكمته بالحقيقة هو المحدثين ولذلك لا يدون رأيه في كثير ذلك هو لا يكتب كتابة خاطئة لا ليس الثلاثة هؤلاء لذلك تلامذته هو الذي يدون جيد هم الذين يدونون ويسجلون قائمة بحديث قد إنما قد ماذا قد سئل استفتى ماذا استفتى في ثلاثة من المسائل يكتبون فيرفعون بعد ذلك ماذا مذهب الإمام أبي حنيفة فهمتم هذا في بداية الإمام أحمد ليس له كتاب في الفقه في كثير فقط أبو حنيفة ومالك والشافعي الإمام أحمد لا وكان بعد ذلك مؤخرا جاء ماذا ماذا بالإمام نعم أحمد فيسجلون أصبح أربعة ماذا سعيد هذا من علي سي هذا متى نعم إذا الآن أما بالنسبة إلى الكتب نعم طبعت أخرى نعم في الغالب يأتون بجميع المذاهب يأتون بأي ما تأتي مثل روائع البيان للإمام الصوفي ويذكر كذلك قول الإمام أحمد أما هذا قط لم يذكر الإمام أحمد ما لهجت نعم لأن هكذا كان مؤلفا في بدايات سابقا آراء الإمام أحمد في الفقه لم تدون في كثير منها فلذلك بعض العلماء لم ينقلوا رأي الإمام أبي ألمن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جيد الله تعالى بسم الله أستاذ كيف نبين في القرية مثلا في كوريا هناك من يبين أن رأي الإمام أبي حنيفة بأن شمس المغرب أو أن هذه كوريا مذهب بمذهب الإمام الشافعي ثم الآن الأبناء يختلفون بعضهم بعض لأن من عادة في كوريا ده ya idza lamas ar-rajul imra'ah ibn ibnah idzan ya batala batala wudhu'ka kata ada min ada hunak sat semua ja'a hada rajul bayyin ya'khud min hab hada rajul sami ama an bayyin ma ya'tabun syafi'i lakin hada ja'a rajul يبين ماذا؟ يأخذ بما الإمام أبي حنيفة إذن الآن الطلاب يتهيون قول أستاذ هذا طلع هذا لا يتهيون كيف بارون كذا كيف الحال؟ كيف ما الحال في هذه لكي طالب فهمت اي استاذ هل عندك من حجة او دليل قرآنا مثلا او سنة مثلا او قياسا مثلا او اجماعا مثلا
أو استحسان مثلا، جيد، أو عمل أهل المدينة مثلا. لا نعم، فيقارن بعد ذلك بين رأي الأستاذ الأول ورأي الأستاذ الثاني. الطالب كذا يعمل، فإن لم يقدر مثلا على الرجوع إلى الكتاب مباشرة، له الأستاذ أن يشرح له، يا أستاذ أنت ترجح رأي الإمام أبي حنيفة، طيب من أي جانب حتى رجحت رأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة؟ طيب نعم، فتسأل الذي قال الإمام الشافعي، أنت ذهبت وكذلك ذهبت إلى هذا الرأي من أي جانب حتى أنت تدور بدوري ماذا؟ قال عندك ماذا؟ القوة ماذا أصلا؟ قال إلى حسب حسك أنت الملاطة. أما مذهب أحد مثل مذهب الإمام أبي في هذه المرة لم يذكر هنا، وهو فيما في عدم البطلان. نعم يخرج الإمام ماذا يختلفان في أنتم تخالفون رأيي، لا إشكال في ذلك. قلت أنا أمي إلى هذه الأشياء، جيد، إذا بعد أن اطعتم مثلا وألقاتم، جيد، وضعتم هذين الشيئين فيك، فترجح عندك مالا خلافه، لك ذلك أن تفعل. نعم، أنت طالب حقيقي. أن تقلد وليس فقط أن تقلد 100%، يجوز في بعض الأحيان أن تخالف. إذا رأيت أن الإمام أحمد وكذلك بين نعم، فأنت كم إما أبي حنيفة إما مالك وإما الشافعي وإما أحمد، فهمت؟ لا يلزمك أن تأخذ برأي الإمام الشافعي فقط أو رأي الإمام أحمد فقط أو الإمام أبي حنيفة فقط، لا يلزم هذا، على حسب مكان أخرى الوليد العلماء المذاهب رأي صاحب المذهب، لذلك اختار قال لا لا لماذا، لكنه في المذهب طريق الذي أو مثلا وإن نتيجة بعد ذلك ماذا تختلف، إذا تم جاي حنابلة هم كذلك ما بينهم كان يحفل الخلاف
قال في أن يقام مذهبه لذلك أن نقول ما آراؤه مثل آراء صاحب المذهب في الغالب. أنا والله تعالى الله تعالى أعلم. ماذا؟ أحرم كان أم أجنبي إذا مسها يبطل. جيد إلا إلا تختلف يا أخي. لكن لا ماذا؟ في الغالب الذي يتكلم عنه لا هو جيد مثل ألا كل حال أصبحت هي محرمة بسبب المصاهرة. جيد محرمة المصاهرة وليس بسبب ليس محرمة بالنسب. جيد ولذلك الحديث الذي استدل به هؤلاء الحنفيون وبين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته مع الأجنبي هذا خلاص هذا معلوم يا أخي. أي المذهب بيت سلم إذا نسب يجوز هناك أن نلمس قليلا يعني أجنبي بروحا او من ميل عمد والله تعالى اعلم. طيب خلاص اذا انفا اذا كيف يا استاذ لو وجد طالب نعم يتحير ب او بين سادتي الله تعالى انت بقي انت لكن ليس مجرد ما أن تخرج أدلتهم وأنت تتبع هذا أحسن وأفضل. أخبركم الأسئلة آيات المواريث تقريبا 10 أو 11 إذا أخطأت واحدا منها أخذ منك درجتان إذا أخطأت خمسة خلاص أخذ منك 10 سؤال فيكون سؤالا لكل سؤال درجة إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.